ومن اسطنبول ينضم الينا ابو طالب العبد الله مراسل غد. اهلا بك ابو طالب. اذا تركيا ترهن المصادقه على دخول ربما اليوم السويد الى الناتو بحصولها على F-16، اليس كذلك عبد الله؟ نعم منى، دعيني أوضح. الرئيس أردوغان عندما سئل وهو عائد من زيارته لأذربيجان حيال هذه النقطة قال بأن الولايات المتحدة تضع أو ترهن هذه المسألة، موضوع إتمام صفقة F-16، بتقديم تركيا يعني قبول واضح أو تمرير موضوع انضمام السويد، وقال إن الولايات المتحدة تربط هذا الملف، ملف انضمام السويد، بصفقة طائرات 16 F-16، وبالتالي فإن أنقرة في حال أوفوا بعهودهم سنفي بعهودنا. وقال كما أن لديهم كونغرس لدينا برلمان. إذن هو الآن يضع ملامح مرحلة جديدة ويقول بأنه في حال أوفت الولايات المتحدة بشروطها وقبلت تمرير هذه الصفقة مقابل موافقة أنقرة على عضوية السويد فإن البرلمان سيصادق بشكل واضح على عضوية السويد، وبالتالي قال بأن الولايات المتحدة وكذلك كندا كانت قدمت ربما شروط بخصوص صفقات السلاح وما إلى ذلك، وربط ملف إزالة العقوبات أو إزالة عوائق بيع بعض أنواع الأسلحة لأنقرة بتقديم أنقرة تسهيلات فيما يخص ملف عضوية السويد. وقال هنا ذكر كذلك في حديثه بأنه ينبغي على السويد الإيفاء بالتعهدات والشروط التي كانت وافقت عليها في الاتفاقات السابقة التي عقدت في إطار اجتماع حلف الناتو، وبالتالي يضع الآن أردوغان طيب من خلال هذه التصريحات بحسب ما عنونت وسائل الإعلام التركية الكرة مجددا في الملعب الأمريكي والملعب الغربي حيال هذه المسألة. ولكن الكل أبو طالب كان يعتقد أن تركيا كانت ترفض دخول السويد إلى الناتو بسبب ربما الحوادث التي شاهدناها مؤخرا المعنية بحرق نسخ من المصحف الشريف من قبل بعض المتطرفين في الأراضي السويدية، إضافة إلى وجود بعض المعارضين التركيين داخل الأراضي السويدية. نعم، هذه التصريحات والمطالب التركية التي صدرت يعني منى هي تتعاطى وتقول بأن هذه التصرفات التي تحدث على الأرض السويدية هي لا تبدي حسن نية وهي تؤكد الموقف حيال السويد. هذه تصريحات المسؤولين الأتراك يقولون بأن عدم ضبط هؤلاء الذين يحرقون القرآن الكريم وكذلك نشاط تنظيمات توصف بأنها إرهابية على الأرض السويدية، كل هذه مبعث قلق بالنسبة لأنقرة وتكون عوائق أساسية. لكن بحسب بروتوكول توافق عليه يعني حلف الناتو وكذلك أنقرة وستوكهولم فهناك إطار عمل وتشكيل لجان عمل مشتركة ولجان أمنية كذلك. أنقرة تقول إن السويد مطالبة، ما زالت مطالبة باتخاذ إجراءات، والسويد تقول إنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة وستواصل التنسيق مع أنقرة، وبالتالي هذا فيما يخص الموقف حيال مطالب أنقرة. ولكن الآن الملف أخذ بعد جديد وهو المطالب الغربية، وأنقرة تقول بأنها تناور في هذه المسألة لأن العقوبات التي فرضت عليها من جانب واحد هي عقوبات أحادية ولا ينبغي على الحلفاء في حلف الناتو أن يفرضوا مثل هذه العقوبات، وبالتالي هي تقول الآن في حال أزالت واشنطن العقبات حيال صفقة طائرات F-16 فأنقرة ستمضي قدما بدفع البرلمان للمصادقة على عضوية السويد، وهذا ربما نشهده خلال الفترة المقبلة في حال توصل الجانبان إلى اتفاقات، لأن أردوغان أوضح بأن وزير الخارجية التركي تباحث مع نظيره الأمريكي حيال هذه المسألة موضوع عضوية السويد. شكرا جزيلا لك أبو طالب العبد الله مراسل الغد، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك.